قعدت 10 سنين في الموالد علشان أتعلم هذا الفن الجميل ده، لأن الفن ده فن شعبي. أصعب حاجة فيه هي دي الزمارة بتاع الأرجوز دي، هي دي اللي الناس بتتحاور إن يتعلموها. وأنا كنت شاب صغير مع شهوة الأطفال بقى، حوالين الملهى دي أشجار، بقيت أطلع فوق الشجر أتفرج على المرحوم محمود شكوكو، فعجبني الفن لدرجة ما كنت مفكر إن العرايس دي مش قايمة ناس بتعملها، لا أنا كنت مفكر إن دي أطفال صغيرة وبتعمل العروض دي. أنا عيني دي الشمال رايحة وأنا سني سنة اتصفت، ودي بقالي دلوقتي 3 سنين اتحاشت والحمد لله. تو ما اخش البرفان الصور بتاعتي وذكائي يشتغل بالنمرة اللي أنا هعملها، يعني في الفتوة في حاجات كتير قوي. تو ما اخش جوه أحس إن الزبون ده هيضحك على إيه أو هيتبسط من إيه. أنا عندي 14 نمرة، كل أسبوع بطلع نمرة شكل. أهم شيء في بتاع الأرجوز يحافظ على الألفاظ اللي بيقولها، يشتغل شغل تربية.